الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا ووفقكم، هل يجوز شرعا كتابة القصص الخيالية التي فيها الحكمة والموعظة؟ والجواب بحمد الله وتوفيقه: لا يجوز، لأن القرآن يكفي من القصص. نحن نزلنا إليك أحسن القصص، فالقرآن أحسن القصص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وكذلك السنة النبوية فيها من الخير الكثير، والقصص سيرة الصحابة، سيرة أعلام النبلاء، سيرة على النبلاء فيها قصص السلف والصحابة والتابعين والمحدثين ورحلاتهم الشيقة في علم الحديث وما عانوه. فكتابة القصص الخيالية من صفة أصحاب المسلسلات والأفلام، وهذا كله كذب في كذب. نعم، ألف الحريري كتاب المقامات، مقامات الحريري، في قصص خيالية، وهي من باب البلاغة ومن باب إيصال معلومات الشعر. نعم، فأنا ما أنا مستريح له ولا يعني مستروح لهذا الفعل. الحمد لله، ألف في النحو وفي البلاغة واللغة كتب على قواعد وأصول، كذلك نكتب للناس القصص سير الصحابة، الحكمة تؤخذ من القرآن، من السنة النبوية، من سير السلف الصالحين. أما أن هذا صرف للناس، هذا أيضا صرف للناس عن الاشتغال بتلاوة القرآن وتدبره والاستمتاع به وبما فيه من الحكم والمواعظ وقصص الأولين وقصص الآخرين وما وأخبار يوم القيامة وأخبار الساعة وما إلى ذلك. فهذه القصص بما أنها فوق أنها كذب خيالية، فوق ذلك أنها تشغل المسلم عن تلاوة القرآن وعن القراءة في صحيح البخاري ومسلم أو رياض الصالحين أو كتب الحديث النبوي أو سير السلف الصالحين. نعم، والحمد لله رب العالمين. إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف، تعلم مذهب السلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسير عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.